سالي، وصلنا لفقرتنا الثانية جدا مميزة، أنا متشوقة إنه نبدأ فيها مع أكيد ضيف جدا مميز، أكيد أكيد من أجواء الإبداع السوري بنبقى، وثقافة الفن يلي بتحاكي الحياة وموهبة برزت لدى الطفل السوري هادي حرفوش من خلال 50 لوحة تتوجت باسم شمس، وهو عنوان المعرض يلي احتضنه المركز الثقافي العربي بمنطقة أبو رمانة. لنحكي أكثر عن المعرض بصرنا نرحب بهادي، أكيد الضيف المميز معنا اليوم ضمن صباحنا غير، وبالسيدة ياسمين حيدر والدة هادي العاملة في هيئة التميز والإبداع في الأولمبياد العلمي السوري. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا بس فيكم. معلش أعلق هلأ، هن مو 50، 58 لوحة. 58 حقك علينا. قصرنا لك شوي. برافو هادي. أكيد نرجع نصبح على مدام ياسمين، صباح يسعد الخير. صباحك وعلى هادي. هادي بالبداية أنا بحب الشمس، أنت نقيت الشمس؟ هلا ساعدتني أمي وأنست شوي بالعنوان. أي يعني أنت ليه مو... ليه هلا أنا سميتها شمس لأنه الشمس بتدل على الفرح، الأمان، الإشراقة الجديدة، يعني الفرحة، الأمل، هيك شيء. لهيك أنا سميتها شمس لأن لوحاتي فرحت يعني تقريبا كلها. يعني هذه احكي لنا شوي، يعني افكار يمكن كثيره كانت براسها، كانت 58 لوحه، ما انه عدد قليل مزبوط. إيه بس كمان ما رسمتهم بوقت قصير، يعني اكيد ممتدين على مدى صار لي 4 سنين عم برسمهم. طيب احكي لنا بالتفصيل اكثر، 4 سنين فتره طويله، يعني بيكون في تطور بالموهبه من سنه للثانيه. لما بتشوف لوحاتك 4 5 سنين، تمام، لما بتشوف لوحاتك بتحس هذا الفرق بين لوحه مثلا رسمتها من 4 سنين وهلا؟ هلا انا بحب كل لوحاتي وايه بحس في فرق لانه اسلوبي تغير. يعني حلو. نعم. مثلا لوحات في منهم، يعني مو في منهم، كل وحده لها مود شكل. يعني مثلا احكي لنا، يعني انا اذا ماني موقع على اللوحه ما فيكي تعرفي انه هي لإلي، لاني كل لوحه بتشوفيها تقريبا رسام شكل لانه كتير لوحاتي مختلفه. تماما، يعني بدنا نرجع ننتقل لوالدته، عن كمية الإبداع، عن كمية الموهبة رح نحكي. كان هادي من خلال أول كلمتين نحن حكيناهم معنا وحكيناهم معه، عرفنا قديش هو حدا مميز. والتميز مثل ما بتعرفي مدام هو أحيانا بيخلق مع الشخص وأحيانا الأهل بينموا للشخص. كيف اكتشفتي موهبته لهادي؟ هلا اكتشفنا موهبة هادي بالصدفة البحتة. أول مرة أنستو بالروضة قالت لنا تعالوا شوفوا هادي شو ملون، فردت لنا بالروضة. يعني أي عمر؟ حوالي 2 ونص. حلو. فردت لنا رسماته ورسمات رفقاته، فعلا بطريقة التلوين في شيء مميز. بعدين بالصدفة كان في فعالية للأمانة السورية، في صبية عم ترسم على الوجوه، قالت له لهادي شو ارسم لك، فبلش يعطيها خيارات شوي اميل للعنف، يعني اعتبار هذا الحكي 2013 2014، فكانت سنه كثير صعبه، يعني ارسمي لي وحش، ارسمي لي دبابه، ارسمي لي دم. الصبيه اقترحت علينا انه جيبوا له الوان من باب التفريغ، يعني فعلا جبنا الوان، كل ما نجيب الوان اكثر هادي يرسم اكثر، وكل ما ندخل ادوات جديده اكثر بنجيب له رياش اكثر يقعد ساعات اطول. يعني نحن اتجهنا معه بالرسم وكمل فيه لأنه هو تماما مصدر سعادة لهادي. يعني كمان خلينا نقول الشيء المميز أنه كان عم يحكيني هادي تحت الهواء أنه هو حدا كتير شقي وما بيعود. إذا بدنا نحكي عن الرسم، فقدته خلينا نقول للطفل وللوسط المحيط فيه، قد ايه بتشوفي هو فعلا مو بس تفريغ، يمكن هو بيهديه بخليه يمكن يشوف شغلات اللي بعمره ما عم يقدر يشوفها، خاصه انه هادي عنده موهبه، يعني البذره موجوده. هلا هو صراحه الحاله الوحيده اللي بتلاقي هادي هديان فيها هي وقت يرسم. يعني حتى وقت يرسم بيكون سعيد، بيكون عم يغني، اوقات بيكون عم يرقص. وقت اللي بيبعد فتره عن الرسم فعلا بيضوج، الرسم كثير بيهدي وكثير مصدر سعاده كبيره. بتساعدي باختيار العناوين؟ هلا لا أنا ما بسمي كتير. لوحاتي يعني وقت كنت صغير كنت بسمي لوحاتي، هلا ابدا. يعني شو بتسمي؟ ما يعني وقت كنت صغير كنت سميهم، بعدين وقفت. ما بقى حبيت الشغل. هلا هن صاروا كتير يسالوا عن معاني اللوحات، فهادي هلا بيقول لهم انبسطوا فيها مثل ما هي.
يعني هي هيك حلوة. لأني برسمها بعدين بفكر شو هي، وأصلاً أنا ما بدي أفكر شو هي، إذا فكروا شو هي حيطلع حوالي 60% من اللوحات اللي بالمعرض عواصف، فخليهم على اللون أحلى. عندك عواصف كتير براسك؟ لا لا، أنا برسم اللوحة مثلاً، أنا كنت حزين وقت إجيت لأرسم، أنا خلصت رسم أنا سعيد، بس اللوحة طلعت كئيبة يعني مثل بتمتص الغضب تبعي، وانا متعه عندي الرسم يعني، كانوا قاعد من 8 ل 10 ساعات عم برسم، اذا امي وانستي ما قالوا لي ستوب انا ما عندي مشكله بتضلك متابع. اي ممكن ضل يوم كامل. يعني حاسه حالي عم بحكي مع فنان كثير بالعمر كبير، اكيد نحن بنحترم الفن سواء كان طفل عم بيقدمه او كبير. خلينا نحكي نتخيل حالنا نحن هلا بدنا نعمل لوحه ونفوت نرسم، كل انسان له طقوس معينه، مثل ما بتعرف بحب يسكر الباب ما حدا يدخل لعنده، حط كاسة عصير، كاسة انت بكير على السيجارة، عرفت شو؟ فبقلك طقوس معينة ممكن انت تعملها خلال رسمك للوحة. ايه هلأ انا بكون بنفس المرسم مع امي وانستي، بستمع لقيلون هنين عم يحكوا، بتسلى يعني، وامي وصراحة اختي كتير دعمتني بموضوع انه تعطيني افكار للرسم يعني. حلو. ايه طيب مدام اليوم يعني عم نحكي عن 58 لوحة خلال 4-5 سنوات، وهي عدد كبير وفعلا سنوات طويلة، خطوة جدا مميزة انه تكون بمعرض وبهذا المكان كمان المركز الثقافي بأبو رمانة اللي احتضن كبار الفنانين واهم الاسماء. اليوم أدي دورك انت حضرتك ووالده ايضا موجود معنا بالكواليس، وعم نشوف السعادة والفخر كتير يعني موجود عندك وعنده. اليوم خبرينا عن دورك اليوم لحتى وصلتي هادي لهذا الدور يعني. هلا انا دوري اول شيء انا ركزت مع هادي واخته، يعني مو بس مع هادي، على فكره الخيار، يعني هني عندهم خيارات مفتوحه، بيروحوا على المرسم، جربوا موسيقى، جربوا كتابه، بيروحوا على الكشاف، ففكره الخبره الحياتيه للطفل وانه قديش هو قادر يتعامل مع كميه كبيره من الاشخاص باماكن مختلفه خارج المدرسه، انا بحس انه اغنت لهم وقتهم كثير، وحتى اغنت لهم نفسيتهم، يعني عم بلمس انا وابوهم التطور شوي شوي بسبب هذا الموضوع. يعني هادي وهيا كان عندهم 5 سنين طلعوا مخيم بالكشاف مثلا، بقيوا برا البيت يومين، فأنا بحس هاي التجارب كتير مهمة للطفل، المعرفة أكيد. يعني أنا بتمنى أنه هن يعرفوا بالأيام شغلة، نحن بتربيتهم ركزنا على المعرفة وركزنا على اتساع الأفق أكثر ما ركزنا على موضوع أنه يضلوا ضمن نطاق المدرسة بس. أكيد يعني مهمة معنا بالسهلة، هي إعطاء الطفل يعني وقت وجهد ومن قلبه للإنسان، خاصة الأم، يعني أكيد نوجه تحية لأبوه لهادي، ولكن الأم لاحظة. هادي شو بدك تطلع بس تكبر؟ هلا أنا بدي أكون رسام كبير، هذا حلمي، وكمان يعني الرسم يضل عندي هواية، مش شرط تكون رسام كبير، المهم إنه أكون عم برسم، وعم فكر إنه أكون كيميائي ومخترع، يعني أنا بارع بالمواد اللي إلى علاقة بالعلم، على عكس اختي، اختي بارعة باللغات، بالاشياء اللي لها علاقة بالكتابة، بالكتاب، بالورقة، بالقلم. طيب ليه ما بتتبادلوا شوي هي المواهب؟ ممكن تعلمك لغات. احنا هيك بنتبادل مثلا، انا بساعدها بالرياضيات وقت يكون عندها فحص، وهي بتساعدني بفحص الانجليزي والفرنسي. حلو، كتير حلو. يعني سالي عن جد غريب، أوقات منشوف نحن أغلب الفنانين أو بيميلوا للفن والثقافة شوي، ما بيحبوا الأمور العلمية وما صحيح. بيحبوا يكونوا حتى يقربوا منها. قد ايه بتشوفي هذا الشيء مختلف عند هادي؟ يعني مميز وبده يطلع كيميائي، يعني ما أنا كلمة من طفل بعمره أنه عندي أطلع كيميائي، أنا بارع بالرياضيات، بارع بهي المواد. قد ايه هذا الشيء فعلا مهم أنه نحن ننجح بالمدرسة وننجح بالموهبة؟ تماما، يعني نحن حاولنا كتير نركز مع هادي دائما لما يكون بالمرسم، وحتى قبل المعرض قعدنا حكينا بالمعرض كيف بدك تستقبل زوارك، عالم جاي تشوف لوحاتك، كيف بدك تعبر عن نفسك. أنا بيهمني إنه هو يضل يشوف الرسم كهواية، ممكن يختص فيها بالأيام، بس طول ما هي هواية هي حتضل تعطيه سعادة، فكتير ركزنا على هذا الموضوع. أنا ركزت حتى معه ومع أخته على موضوع أنه يعرفوا شو نقاط ضعفهم شو نقاط قوتهم، يعني هلأ
إذا انتبهتي هو قال إنه مثلا أنا بارع بكذا، فمتى ما عرف هو شو نقاط ضعفه وشو نقاط قوته قادر إنه يكبر، هو عم يركز على الجوانب الإيجابية بشخصيته. أنا هذا الموضوع كتير بهمني مشان يقدر بالأيام يستمر بطريقة صح، يعني ما تكون هي مرحلة وتروح بحياته. صحيح. هادية رح ننتقل نرجع لإلك، يعني أنت حكيت هلأ إنه لوحاتك كل واحدة إلى مود، أنت أحياناً ما مودك حزين بتطلع اللوحة حزينة لو أنت فرحت فيها بعدين، وأحياناً بالعكس، يعني في حالة معينة أنت تنقلها من جواتك للصورة مع الألوان؟ يعني تقريباً يعني أنا أغلب لوحاتي وقت تكون عم برسم بحزين، ولو بستخدم ألوان فرحة برتقالي أصفر، بس بدخل عليهم أسود وبساويهم غامقين. يعني مثلا اللون البنفسجي يعد فرح، دخلت عليه أسود خليته يبين كتير غامق. حلو. يعني أنا بس بدي أعرف طفل بعمرك وبهذا الشكل الحلو وبهدول الأهل المميزين، شو اللي بزعلك؟ شو اللي بزعلك هادي؟ انك ما تطلع مع رفقاتك؟ شو الحزن؟ هلا بدي اقعد اشرح لك في الف شغله. الف شغله. ما بنتمنى الحزن يقرب منك بالمره. شو اللي بيزعله؟ انت امه، شو اللي ممكن يزعله؟ هلا كان الوضع العام بياثر عليه؟ طبعا طبعا طبعا. هادي طفل حساس كتير كتير، بيلقط مشاعرنا بطريقة رهيبة يعني، وهادي بيستخدم اللوحة لحتى نحن نكون سعداء. يعني إذا أنا كنت زعلانة لأي سبب، لو ما عبرت عن هذا الشيء، وفاة أو ضغط عمل أو ظروف صعبة، هو دغري بيحس بهذا الشيء وبلاقيه راسم لي لوحة وجايب لي إياها. يعني هو هذا أسلوبه لحتى هو يكون سعيد ولحتى يسعد اللي حواليه. صحيح. يمكن ظروف إحنا كمان هذه اللي مرينا فيها، أكيد كلنا مرينا بظروف، ظروف الحرب القاسية. صحيح. يمكن اللي تعرضت له سوريا مانو بالشيء السهل والقليل، وكلنا تأثرنا فيه، يمكن ولادنا حسوا فينا مثل ما حكيتي بالبيت، الولد بحس بأمه. صح. إذا أمه من جوا متضايقة له وهي عم تطبخ له وتحط له الأكل، بس بحس. هادي قديش بتحس بأمك بأبوك وحتى بهيا؟ هلأ أنا بحس فيهم من جانب مثلا أمور بسيطة، مثلا هديك المرة مجرد إنه كنا عم نشوف شغلة ماما بتحبها، فهي ما كانت معبرة بطريقة مثل اللي أنا اعتدت عليها، فأنا من هيدي انتبهت إنه هي مزعوجة من شيء. تماما. يعني عم نحكي نحن يمكن عن موضوع ضحكنا عليه شوي سالي وبيحس فكاهي، لكن هو الموضوع كتير خطير، انه الطفل اليوم هو شخص وخاصة انه فنان، يعني هو احساسه جدا عالي وحساسيته مفرطة، حتى غير هيك انه ممكن يكون دقيق الملاحظة، يلاحظ اي شيء قد ما كان بسيط احنا بنقول مستحيل انه ينتبه له. تماما. هذا الشيء قديه بيخلي مسؤولية عليكي في اليوم، الاطفال ما لازم يحملوا اكتر من مسؤوليتهم، قديه هذا الشيء بتشوفي انه مسؤولية عليكي وعلى والده كمان؟ هلأ نحنا كل هدفنا من مشاركتهم بمجموعة من النشاطات سواء كشاف أو غيره، مجموعة من الهوايات، هو نحنا نخفف قدر الإمكان من آثار الجو السلبي اللي حوالينا. هلأ طبعاً الطفل بده يتأثر بالنهاية، ما بنقدر نمحي هاي الآثار نهائياً، بس نحنا كأهل بنحاول إنه نخفف قدر الإمكان ونساعدهم إنه تمشي الحياة بطريقة أبسط، ويقدروا يعبوا وقتهم مشان كمان ما يفكروا بهذا الوقت الفاضي بهاي القصص اللي عم تصير. يعني يمكن فرح لاحظنا بالفترة الأخيرة، يمكن ظروف الحرب أثرت على عقول الأطفال، صار الطفل بدل ما يرسم مثل هادي بالألوان صار يحمل بارودة، صار يدور على الألعاب العنيفة، يمكن اللي شافوا عم يطبقوا، ولكن قديش الأهل لازم هنن، يعني هنن القدوة، قديش في تعب ومسؤولية مثل ما حكت فرح وعتق عليهم أنه لا نحن نعطي الألوان لا يرسم بالألوان ولا يحمل البارودة. هو حقيقة دور طبعا متكامل، غير بالدفاع عن الوطن، هو حقيقة دور متكامل للأهل وللمدرسة، يعني لا فينا نلغي دور المدرسة ولا فينا نلغي دور الأهل، بس كمان يعني دور الأهل كتير جوهري،
لانه هن بيعرفوا كل شيء عن الطفل. نحن هلا بنعرف بالمدارس عنا اعداد هائله، اوقات المدرسه ما عم تلحق انه تتعرف على كل الطلاب. صحيح. بقى انا بركز انه الدورين مهمين، بس لا، دور الام والاب بالبيت هو اللي اكبر حقيقه. يعني حتى هن بيساعدوا الانسات بالمدرسه انه متابعه كمان. تماما. نعم. تمام. هادي يعني نحن للأسف خلص وقتنا. بدي اياك توجه كلمة شكرا لشخص أو أشخاص ساعدوك لحتى توصل لهون، بهي الثقة بالنفس، بهي الموهبة العالية، بهي اللوحات جدا مميزة. هلا بدي أشكر أنستي زينة تعطوع، كتير دعمتني، يعني 3 سنين ساعدتني كتير، نوع الرياش، تعطيني نصائح بالرسم، وكمان امي وابي وكثير اختي دعمتني. كثير حلو. كثير بدنا نوجه لهم كل التحيه. انا حابه بس بالختام اشكر السيده رباب احمد مديره مركز ثقافي بابو رماني، حقيقه ما اخذ الموضوع معها اكثر من اتصال، كانت جدا داعمه وجدا متحمسه. اكيد الشكر لها، فشكرا كثير لها. اكيد نحن بدورنا بدنا نقول لكم شكرا كثير، سواء لحضرتك مدام ولوالده يلي واقف من بعيد يمكن عم بيصوره، فخور فيه، سعيد جدا انه طوق ابنه بهي الثقه بالنفس وبهذا الانجاز. دائما نحن بنتمنى نشوف الاهالي بهذا المستوى من الوعي. بدي اقول شكرا لهادي على هي الشخصيه المميزه المرحه اللطيفه والموهوبة. شكرا لكم، نتمنى فعلا تكونوا ضيوفنا بحلقات جاية. وبختام بس بتمنى كلكم تحضروا معرض، يعني حتى اللي عم بيتابعونا اليوم آخر يوم مبدئيا. خلاص. أي ساعة؟ على أي ساعة؟ هلا هو بيخلص 8:30 بيسكر. أكيد. يعني أكيد بنتشرف إنه نحضر معرضك، وأكيد كل التحية لإلكم وكل الشكر لإلكم. وبدنا نتمنى كمان مو بس 58 لوحة مثل ما صححت لنا، يعني أكثر من 58. أنا عندي تقريبا 175 لوحة، بس نحن أول شيء استثنينا الورق، عرضنا بس الكنفة، ونقينا الكنفة يعني منيح من شان المساحة، يعني نقينا الأهم. شكرا كثير. شكرا لكم مرة ثانية.